السلام عليكم. أوكي شباب، this week تكلمنا عن ال recursion وال iteration. حكينا هو كمعنى بالانجلش تعني تقريبا same، يعني recursion تكرار، وايتريشن تعني لوب اللي هو ايضا يعني تكرار. لكن شفنا الفرق ما بين الاثنين، انه recursion is a more complex process while the loop يعني more straight forward. Recursion can support trees مثل ما شفنا نتعامل مع function معين، تمام. وشفنا انه الفانكشن هذا وليكن ان كل ما سوينا رن للمسد نلاقي انه تشكل عندنا يعني برانشز من الشغل، تمام، بناء على المعادلات اللي موجوده. فيعني سمور كومبلكس بروبلم، لكن حكينا ايضا لها استعمالاتها في الكومبلكس بروبلمز، لها استعمالاتها لانه اتس يعني فيري سوتبل اذا عندك تري بروبلمز او يعني شغله يو نيد تو سولف بالتريز، يو كان يوز ريكيرجن. لكنه في الامور العاديه طبعا الواحد يفضل يستخدم مايجريشن، طبعا هذا في الحالات اللي فيها عندك اختيار. لكن في الامتحان او في الاساينمنت يو هاف تو فولو ايش يحكي لك الاساينمنت او الامتحان، يعني ايش المطلوب منك في الامتحان او الاساينمنت. اوكي، بدأنا بالسلايدات، تكلم بداية على بس يعني simple triangle draw، بعدين نتكلم عن recursion. طبعا فأنصحك تدخل أول السلايدات، it's useful، وفي عندنا مثال عليها، وحتى شفت إنه في عندنا مثال على الفيب أو ال إي نعم الفيب اللي أخذناه. أوكي، يتكلم إيش البروبلم تاع الريكيرسيف. أوكي، الألجوريثم كإنجلش والخطوات، فأيضا أنصح إنه يعني you have a look at it. اوكي، نجي على الفيب. الفيب عندك برنامج هنا كامل، فمثل ما حكيت لكم الشباب انصح انه تحاول انك تخلي البرنامج هذا، تكتب برنامج بنفسك وتشوف اللي يطلع معك. فاستخدم ريكيرجن للفيبوناتشي الجوريزم اللي هي حكينا انه ناتج الرقم، يعني هو محصله لجمع الرقمين اللي قبل. فحكينا طبعا يعني رقم 2 اجى بناء على 0 1، ثلاثة جاي بناء على 2 1، خمسة جاي بناء على 3 2 وهكذا، تمام. فبناء على هذا الاساس برمج. واذا تلاحظ ايضا لو اليوزر دخل 50 راح تظهر كل الارقام اللي يعتمد يعني كل الفيب نمبرز. اوكي، مثلا تلاقي 2 مبنية على 1 1 وهكذا الى ان نوصل طبعا رقم هيوج، فيري هيوج نمبر. بالنهايه راح يطلع عندك حتى تصل ال 50، وهذه بروبلم which is why يعني اذا شفتوا ما استخدم انت في الفيلم، استخدم لونج. واللونج ما ادري مرت معك ولا لا، بس ايش يعني ايش تقصد باللونج؟ احنا بالمحاضره استخدمنا انت، يعني كان مثال حكينا بسيط، لكنه صراحه هو استخدم لونج لانه بالضبط استخدم 8 بايت، بالضبط استخدم 8 بايت، ويمكن اخذتوها في الجافا واحد اظن، يمكن عدد البتس اللي مسموحه او البايت اللي مسموح في البرنامج. في عندك سيرتن نمبر طبعا صح للاس 32، تمام، الاس 32 عندك وبعد كذا ما يطلع، يعني بعد كذا يصير عندك بلانك سبيسز خلاص ما يتحمل. فطبعا الرقم هذا لو استخدمنا نورمال انت ما يطلع معك رقم هيوج، هيوج نمبر، تمام. لو خلينا مثلا هنا 10، اوكي ما في مشكله، يعني نقدر نستخدم انت سهله. لكنه رقم 50 مثلا لا، هيوج نمبر يعني. فطبعا انت تحسب تاخذ بعين تحسب بحسب البرنامج، يعني هنا ايوه سواء الاو لليوزر انبوت، تمام. في عندي سكانر سواء الاو لليوزر انبوت، فانت ما تعرف اليوزر ايش راح يدخل، فتاخذ كل احتمالاتك واحتياطاتك. فعلى كل يعني اتس جود تو تراي program this and this program. مثال ثاني ما اعطيك، شفت البرانشز كيف الفانكشنز كيف
يعني فانكشنز، يعني فيب 6 فيب ناقص، كانت المعادله فيب ناقص 1 ان ناقص 1 ان ناقص 2 تمام، فنجي هذا ان ناقص 1 ان ناقص 2 وهكذا الى ان صار عندك شجره زي ما شفنا في الفيس تو فيس. هذا اللوب نفس الفيب لكن مثل ما نشوف استخدم فور لوب اوكي، فممكن يعني ايضا الاطلاع عليها. اوكي نقدر نرجع permutation، هذا ايضا موضوع يعني شويه مهم يعني كويس انك تشوفه. بس قبل ما ننهي الموضوع ايش ابغى الان، حاولوا تسووا practicing، تشوفوا الاستعدادات اللي موجوده معاكم، حاولوا تسووا practicing، راح اسوي مجال للدسكشن بورد يعني يعني within 20 minutes. حاول انك تسوي برنامج، ابغى منك البرنامج تسوي recursion ها، فسوي recursive method بحيث تطبع السترينج هلو اوكي، تطبعها بهذا الشكل بالعكس اوكي، او استخدم ريكيرجن بحيث انه سترينج، وعليكم السلام عليكم، بحيث انه سترينج هلو تطبع بهذا الشكل، ما هي شغله معقده، شيء بسيط ما في مشكله، ما في مشكله. هلا من قبل شوي بدانا، دائما المحاضره هذه يعطيك 5 دقائق يعني نبدا بستة وخمسة سواء بالفيس تو فيس او في الفيرتشوال عشان الصلاه اوكي. طيب فعندنا الان هلو، ابغاك انه تسوي لي يعني جس سمبل بروجرام تو برنت ات، ها بحيث تو برنت ات يعني بالعكس تصير بهذا الشكل. Think about it. يعني I'll give you 20 minutes to do this, 25 minutes. ما هي شغلة معقدة. وطبعا طلعوا على الأمثلة اللي موجودة في السلايدات ممكن تفيدكم لحل المسألة هذه. ربع ثلث ساعة تقريبا 25 دقيقة ونجي شوية نتكلم على the permutations ومفاهيم permutations. اوكي سويت فتحت فورم سويت سميته ويك 5 اكسرسايز، فعشان تخلي مشاركاتكم هناك. طيب اوكي فهد ما في مشكلة، بس لا تنسى انك تحاول تسويها.
رامي سوري اشكال هذا، اذا ممكن تشرح لنا طريقه حل السؤال هذا مطلوب سؤال بشكل عام. نعم اوكي طيب معي انت رامي. ها نعم اوكي. هذه هنا نشتغل الجوريزم في احد الفصول اللي كانت موجوده في احد الاسابيع، كان في عندنا نشتغل على الالجوريزم. الالجوريزم هنا ما في مطلوب منك كودينج، مطلوب انك ترسم رسم. السؤال دقيقة بس خلينا انا بس استحضر السؤال دقيقة بس خليك معي. اوكي تمام طيب احكي لك سؤال، انه تخيل ان عندك نظام المكتبه. المكتبه هي بثلاث حالات طبعا، في كتب هذا بوك، اما يكون موجود available بالمكتبه او reserved محجوز او unknown. اوكي في الحاله هذه الكتاب اصلا يكون موجود، في الحاله هذه يكون موجود، في الحاله هذه يكون موجود لكنه you cannot borrow it لانه someone has reserved it، حجز الكتاب. فانت هنا تسمي مخطط فقط، تحكي طيب في البدايه الكتاب مثلا available، يعني ترسم لي السايكل available، خلينا نسميه ايه، ترسم لي السايكل بتاعه. راح يكون على لون او لون تمام، بعد كده قد يكون ريزيرفد. اوكي طيب بالريزيرفد هذه هنا هل هو يعني ريزيرفد ممكن يكون ريزيرفد فتره زمنيه وبس رجع لل يعني للمكتبه، او طبعا نسوي ريزرفيشن في اي كتاب ما يخلوك ريزيرف مدى الحياه، لا يعني يحكي طيب انا احجز لك اياه مثلا يوم زمان او نص يوم، يا يعني اذا تيجي تاخذه ما تاخذه يعني خلاص انا راجعه على رجعوا على البوك شيلف. اوكي فنفس المبدا، طيب معناته انه في عندي فتره زمنيه يرجع كتاب وهكذا. فترسم لي هنا مخطط دايجرام، يعني في المطلوب هنا رسم جو وليس كودينج وليس هذا، فقط انك ترسم لي الجوريزم لاليه او خلينا نحكي اللايف سايكل بتاع كتاب في المكتبه. قربت الصوره رامي؟ اوكي تمام بس رسم. نعم ماجد السؤال الثالث فقط مطلوب رسم وليس كودينج. يعني اسئل في الكودينج، بس رجعت لسه عندي شوف هالشيء، اسئل في الكودينج عندك طبعا اول سؤال جدا سهل اجابه يعني على ثيوري فقط. السؤال الثاني كان convert سوبر كلاس ريفرنس انتو سب كلاس ريفرنس، هذا يعني سمبل بس تكتب راح يكون في عندك يعني هو you have to explain you have to explain اذا الجواب كان نعم او لا، وتعطي اكزامبلز. الاكزامبلز راح يكون مثلا يعني فقط سنتاكس بسيط يعني او سطر فقط او سطرين كودينج، يعني شيء بسيط فقط ك على سبيل المثال. وخلوا بالكم على فكره انا يعني الاحظ في الامتحانات from experience يعني students normally don't read the question carefully especially in the examination. In the examination, so many times when we ask you, or let's say sometimes when we ask you, when we ask you theory questions, we ask you to give an example. Okay, it's quite few students, they write the reason, but they forget to write the example. And the example most likely would be like a code that you have to write. Just like, not a full code, just maybe one line or a syntax, okay? So, if, and many students don't notice this and they leave it out.
out, and obviously they lose marks because you are marked on everything you see on the paper. So anything you are asked to do, you have to do it. Otherwise, if you don't do it, then you lose some marks. So just be careful. So this question two, it's a theory question, but also is asking you to give example, and the example has to be some syntax. Okay, not a full code, just a line, just to demonstrate or illustrate your or give a reason for your answer. Question three just talked about. Question four and five, yeah, they are coding. Question four is a simple code. Okay. Like a simple code. Question five, yeah, it's question five is like it's a bit longer code. You need to think about it. Question five. So it's all in all not too bad. أنا محمود أيضا سوري إنك بس على البلاك بورد فأروح أجي بس عندي شغلات على البلاك بورد سويها أي نعم محمود فأسوي inner class trivial في الشيء يعني مصطلح مين يعني is less important class to declare declaration seats all the question for نعم فنعم أسوي inner class inside a method. Okay. في العادة نستخدم implements. في العادة مثلا أو تستخدم class something مثلا implements something else. طيب مجموع المشاركات 4 من 34 فيعني I expect everyone to participate بس ما حكينا لمصلحتك حتى لا يعني this is part of your job you need to practice programming anyway let's move on to permutation okay are you with me Okay, good. Permutation بكل بساطة تعني المترادفات وال يعني بمعنى آخر على سبيل المثال هنا معطينا example على سبيل المثال eat. The permutation تاع eat أو eta أو aet أو t شاي أو t أو حتى it. المفروض المفروض يكون عندنا اوكي ايضا لانه فيه الاي والتي والاي ايت اوكي فكل هذه عباره عن permutation طيب how to program permutation يعني اعتقد معطيني هنا مثال كويس كافي اوكي طبعا هو you're dealing with arrays هنا بتحديد array list okay so you call it as we did in Java one you use array list we talked about this in Java one and this is very important راح تجي معانا قريبا أيضا في الأسابيع القادمة الأray list فأيضا عنده مشكلة من array list من Java واحد لازم يرجع على الموضوع حتى يعني catch up with us طيب فهي في الأray list method اسمه permutation generator so you call it and you create an object بكل بساطة لكن جاهزة موجودة وبعد كده whatever string you want احكي له اعطيني permutation تاعه right وطبعا انت خليت يعني string طبعا اللي هو الايت في الconstructor تاع permutation generator فانت حكيت له string اللي هو الايت طلع permutation تاعه
راح تلاقي انه كود بسيط جدا في الموجود. بس كويس انك تعرفه، مهم انك تعرف المصطلحات هذه. الكود هو كود بسيط لكن كويس انك تعرفه، بالمحصله يعطيك كل المترادفات اللي موجوده. فاي كلمه تخليها الان بدل ايت، فاذا انصح جرب الكود هذا وخليه بدل ايت، يعني كلمات ثانيه لها مترادفات، و المفروض يطلع معاك يعني مجموعة المترادفات الـ permutations. سويت import؟ سويت import؟ لأنه إذا أعطاك خطأ بـ permutations generator معناته أنه ما شافه أصلاً. طيب لا مشكلة، ابعث لي يعني من الكود حتى اجربه انا بنفسي. اشوف ايش هذا المشكلة هنا. بس ما شاء الله يعني ما شاء الله عليكم، انتم سبقتوا الاحداث واشتغلتوا. هذا this is very good sign. اوكي بعثوا لي او يعني يتبرع عنكم 2 3 يبعثوه وذكروني يناقشوا ايضا. اي نعم طبعا اتس اوكي فهد، يو كان يوز سمبل اراي تو جيت المترادفات، لكنه البرميوتيشن يعني فانكشن اوريدي موجود اوريدي اكزيست، سو يو كان يعني اوريدي يوز ات. عشت راني ممتاز، بشوف ان شاء الله تعالى وبعطيكم جواب. طيب شباب، حد عنده سؤال؟ اوكي شدوا حيث على الاساينمنت، باقي ايام معكم ليوم السبت ان شاء الله. ف يعني اظن بعض الشباب سووا سبمت، بعض سووا سبمشن وخلصوا من الاساينمنت، فسووها يعني حتى تخلصوا منها قريبا. واللي عنده سؤال على الاساينمنت او شيء ثاني يبعث لي على الايميل. وغير كذا بشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع القادم. السلام عليكم. اي تفضل. من خالد. اي تفضل. في اللايبرري نعم. او لا، مسد موجود داخل الريجست، مسد موجود داخل الريجست.
اي عادي عادي عبد الرحمن. فخالد هو مثل موجود داخل الكلاس اراي ليست، فانصحكم تدرس ايضا الاراي ليست لانه راح يجي معانا كثير الاراي ليست قريب من في الاسابيع القادمه. ويوفقك ووفق الجميع ان شاء الله سليمان. يلا يعطيكم العافية إن شاء الله، نراكم، السلام عليكم.